استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقاعدة الإصخير الجوية هذا اليوم هايدي جرانت نائب وكيل وزارة القوات الجوية للشؤون الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين لحضور معرض البحرين الدولي للطيران. وقد رحب جلالة الملك المفدى يده الله بنائب وكيل وزارة القوات الجوية للشؤون الدولية، واستعرض معها العلاقات التاريخية الثنائية القائمة بين البلدين وما يشهده التعاون بينهما من تقدم وتطور في العديد من المجالات، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، معربا عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية لمشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران، والذي يأتي في إطار العلاقات الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. كما تفقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله الاستعدادات في معرض البحرين الدولي للطيران.